نشرة السابعة من التنصح. وبداية بأبرز العناوين: المؤتمر الوطني العام يؤكد على ضرورة قيام حكومة الإنقاذ بكافة مهامها المناطبة بها، والحكومة تدعو أعضائها للعودة لممارسة أعمالهم بعد رفض منح الثقة لحكومة البعثة. مجلس النواب المنحل يرفض بالأغلبية منح الثقة للحكومة المقترحة، والخارجية المصرية تصف جلسة النواب الأخيرة بالخطوة الإيجابية. مدفعية قوات مجرم الحرب حفتر والطيران الفرنسي الموالي له يقصفان منطقة قنفودة بشكل عشوائي، وتجدد الاشتباكات بين قوات التوار وقوات مجرم الحرب حفتر بمنطقة العمارات الصينية. أهلا بكم من جديد. أكد المؤتمر الوطني العام على ضرورة قيام حكومة الإنقاذ الوطني بكافة مهامها المسندة إليها، والاستمرار في معالجة الاختناقات والمشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطنين. المؤتمر وفي بيان له الثلاثاء أكد أيضا على تمسكه واحترامه للإعلان الدستوري وإحكام القضاء الليبي والثوابت الشرعية والوطنية للمجتمع الليبي وضرورة التواصل إلى مصلحة وطنية حقيقية حسب البيان. كما دعا المؤتمر الوطني العام البعثة الأممية والأمم المتحدة وكل الدول إلى دعم الجهود الليبية والدولية التي تساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات حسب نص البيان. ومن جانبه دعا رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل جميع أعضاء حكومته لممارسة أعمالهم في طرابلس باعتبارها سلطة شرعية، وخصوصا عقب التصويت بعدم منح الثقة لحكومة البعثة الأممية لسد الفراغ وتقديم الخدمات للمواطنين حسب البيان. وحمل الأغوال في بيان صادر عن الحكومة الاثنين المجلس الرئاسي المقترح وحكومة البعثة الفوضى التي تشهدها البلاد حاليا حسب نص البيان. هذا وكان مجلس النواب المنحل قد رفض الاثنين منح الثقة للحكومة المقترحة من البعثة الأممية. المجلس المنحل وفي جلسة عقدت في مدينة طبرق وبحضور 101 نائب صوتوا بأغلبية 61 نائبا على رفض منح الثقة للحكومة المقترحة، وامتنع 39 نائبا عن التصويت فيما أجاز الحكومة نائب واحد. وقال عدد من النواب في مؤتمر صحفي إن نتائج الجلسة تعني سقوط المجلس الرئاسي المقترح وحكومته، مؤكدين أن حكومة غير متوازنة. الجلسة ما تمشيش، حنعطوكم نقاط النظام وحنعطوكم الكلمات، نحن مستمرين في الجلسة. قال عضو بالبرلمان المنحل عبد القادر حسن سليمان إن جلسة مجلس النواب الاثنين كانت لتقريب وجهات النظر بين المؤيدين والرافضين لحكومة البعثة الأممية، ولم تكن للتصويت على منح الثقة من عدمها للحكومة المقترحة. سليمان اعتبر أن هذا الأمر غير مقبول شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن هذا التصويت كان من المفترض أن يدرج في جدول الأعمال الذي يعده المكتب الرئاسي قبل انعقاد الجلسة ب24 ساعة. وتابع عضو البرلمان المنحل أن جدول الأعمال الذي كان من المفترض عرضه على المجلس لا يتضمن أي بند بخصوص منح الثقة للحكومة المقترحة حسب تصريحه. اعتبر عضو مجلس النواب المنحل علي التكبالي رفض تشكيلة حكومة البعثة الأممية مرتين يعني سقوط المجلس الرئاسي المقترح. التكبالي أكد على الاستمرار في الحوار الليبي معتبرا أن الحوار الأممي برعاية الأمم المتحدة لم يقدم حلا في ليبيا على حد قوله. وعن اعتراض أعضاء في المنحل على رفض منح الثقة للحكومة لأن التصويت لم يكن ضمن جدول الأعمال، قال إن رأيهم غير صحيح لأن آخر جلسة قانونية عقدت كانت بحضور جميع أعضاء مجلس النواب. قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام معلقا على اتفاق الصخرات إنه قد بدأت تظهر عوارة هذا الاتفاق لأنه لا يمثل الليبيين، وحتى الطرف الرئيسي فيه وهو مجلس النواب المنحل رفضه. ولكن مع هذا وما قام به كل المسوقين وكل المهرولين باتجاه هذا الاتفاق المزعوم، بدأت تتضح عوار هذا الاتفاق، وبدأت حتى الأطراف الأخرى أو الطرف الرئيسي اللي يفترض أن يكون وهو مجلس النواب يرفض هذا الاتفاق. فهذه نتيجة طبيعية لأن هذا الاتفاق المزعوم ليس باتفاق حقيقي يجمع كل الليبيين ويجمع شتات الوطن.
وأضاف النائب الأول لرئيس المؤتمر أن مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر وليون كان لديهم فرصة لتحقيق وفاق في ليبيا تنتج عنه حكومة وفاق حقيقية، ولكنهم أدخلوا أطرافا ليست جزءا في الصراع السياسي. أنا كوني حتى رئيس فريق حوار للمؤتمر الوطني العام، في حديثي مع ليون وبعد مع كوبلر كانت لديهم فرصة تاريخية كبعثة أمم متحدة في ليبيا أن يحققوا وفاق حقيقي في ليبيا تنتج عنه حكومة وفاق وطني حقيقية، ولكن للأسف لم يسمعوا النصيحة وأدخلوا أطراف ليست جزءا من الصراع. هي الإشكالية وقعت ما بين المؤتمر الوطني وما بين مجلس النواب، أدخل أطراف، أدخل البلديات، أدخل المرأة، أدخل أناس آخرين مثلا ممثلين عن أحزاب. الإشكالية ليست بين أحزاب حزب وحزب أو مجموعة أو مجموعة أخرى أو بلدية وبلدية، لا، الإشكالية الرئيسية هي سياسية ما بين المؤتمر الوطني وما بين مجلس النواب. وأشار عود عبد الصادق إلى أنه هناك عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين التحقوا بالمجلس الأعلى للدولة طالبوا بالعودة للمؤتمر من جديد، مؤكدا أن ذلك الأمر يعد مقبولا ولا يوجد مانع لدى المؤتمر لعودتهم. عضو عبروا عن طريق أحد الأعضاء بأنهم يرغبوا في العودة ويرغبوا في الجلوس ولم شمل المؤتمر من جديد. نحن نرحب بأي خطوات تجمع صف المؤتمر من جديد، ولكن بشرط، وأنا أتعهد بأمام الليبيين، هذا المؤتمر ومجلس النواب حتى لو دخلوا في اتفاق يجب أن لا يكونوا في رأس الدولة، يجب أن يكونوا غرف تشريعية، غرف برلمانية حقيقة، يجب أن يكون هناك رأسا للدولة. هذه سبب الإشكاليات هو اتخاذ القرار الجماعي. كيف يتم اتخاذ قرار عن طريق 201 سواء في مؤتمر وطني أو حتى بالاعتراف الدولي بمجلس النواب وأعطوه الشرعية؟ لم يصلوا. احنا نشوف الخلاف. وصف ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة نتائج جلسة مجلس النواب المنحل بطبرق ورفض النواب منح الثقة لحكومة البعثة، وصفها بأنها نتائج غير عقلانية وتعد عبثا سياسيا حسب وصفه. ووصف المجلس في بيان صدر عنه الاثنين أعضاء المنحل بأنهم أقلية متطرفة تعودت العيش بعيدا عن هموم المواطن اليومية. هذا واتهم المجلس في ذات البيان البرلمان المنحل بأنه من أجل حسابات سياسية ضيقة يريد إدخال البلاد في نفق من الفوضى والصراع حسب نص البيان. وفي أول رد خارجي على جلسة البرلمان المنحل اعتبرت المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد جلسة مجلس النواب المنحل الأخيرة خطوة إيجابية بعد عدم موافقته على تشكيل الحكومة المقترحة من البعثة الأممية. أبو زيد أوضح في لقاء صحفي الثلاثاء أن مجلس النواب يمارس مجددا حقه الدستوري بإقرار الحكومة، وهذا حق أصيل له بموجب اتفاق صخيرات على حد تعبيره. وأضاف أبو زيد بأنه يرى في ذلك خطوة إيجابية معتبرا أنها تتفق مع ما طرحته مصر منذ البداية، وهو أهمية الحفاظ على المكونات والبناء الدستوري الليبي وتنفيذ كل عناصر حوار صخيرات وفق قوله. قال مصدر مطلع من مدينة بنغازي الثلاثاء إن الطيران الفرنسي الموالي لمجرم الحرب حفتر شن عددا من الغارات على منطقة قنفودة غرب بنغازي. وأشار نفس المصدر إلى أن قوات مجرم الحرب حفتر استهدفت بالمدفعية وبشكل عشوائي وبطيران الميغ أيضا أحياء سكنية، مما أدى إلى إلحاق الأضرار بها. يذكر أن منطقة قنفودة تتعرض للقصف العشوائي من قبل طيران حفتر والطيران الفرنسي الموالي له، مما يؤدي لسقوط عدد من الضحايا من بينهم أطفال. أفاد مركز السرايا الدراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي الثلاثاء بتجدد الاشتباكات بين قوات المجلس وقوات مجرم الحرب حفتر بمنطقة العمارات الصينية. المركز ذكر أن لغما أرضيا انفجر في مجموعة من المشاة حاولوا التقدم بالمنطقة، كما ذكر أن لغما آخر انفجر في دبابة في منطقة العمارات الصينية مما أدى إلى أعطابها. وأضاف أن طائرات أجنبية شنت عدة غارات على منطقة العمارات الصينية بالمدينة.
نشرت قوات الصاعقة التابعة لما يعرف بعملية الكرامة الأحد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إحصائية لعدد القتلى في صفوفهم والتي بلغت 25 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. هذا وكانت قوات التوار قد أعطبت آليات وأحرقت دبابات تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر بمختلف المحاور بمدينة بنغازي. يشار إلى أن شورى الثوار قد أعلن عن إحكام سيطرته على تمركزاته مشيرا إلى ازدياد عدد القتلى في صفوف قوات ما يعرف بعملية الكرامة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر ببنغازي الأحد أنها بدأت حصر العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بمدينة بنغازي. الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي قال في تصريح لأجوانت إن الجمعية تتواصل مع عدة أطراف من أجل إخراج العائلات عن طريق ممرات آمنة. وأوضح المصراتي أن الغرض من ذلك هو معرفة عدد النساء والأطفال والمرضى لتوفير الإمكانيات اللازمة لإخراجهم من مناطق الاشتباكات من فرق إنقاذ وأطقم طبية وسيارات إسعاف. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تساهم في تدريب عناصر ممن أسماهم بالجيش الليبي المنطوين تحت إمرة مجرم الحرب حفتر. السيسي أضاف في تصريحات صحفية أن مصر تبذل جهودا لحماية حدودها مع ليبيا وأنها على استعداد كامل لمجابهة أي مخاطر قائمة منذ سقوط القذافي وحتى الآن. وأشار إلى أنه كلما زاد الضغط على ما وصفها بالجماعات الإرهابية في كل من سوريا والعراق فإن ذلك يسمح لهم بالتجمع في ليبيا على حد تعبيره. أصدر ما يسمى بالحاكم العسكري للمنطقة الشرقية ورئيس الأركان التابع للبرلمان المنحل عبد الرازق الناظوري أصدر قرارا يقضي بتكليف مبارك المنفي عميدا لبلدية جدابية وإيقاف التعامل مع سالم جدران كعميد للبلدية. الناظوري وفي قراره ألغى كافة الأختام والتوقيعات لسالم الجدران، كما نص القرار على إعطاء كافة الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي وتبعية جميع القطاعات الخدمية للعميد الجديد. يذكر أن رئيس أركان البرلمان المنحل عبد الرازق الناظوري أصدر الفترة الماضية قرارا يقضي بتكليف نائب رئيس جهاز المخابرات كعميد لبلدية بنغازي. نشاطنا متواصلة ولكن فيها بعد الفاصل. قوات التوار في سرت تعثر على كميات من الذهب والأموال بديوان الحسبة بعد سيطرتها عليه. Oh,
أهلا بكم من جديد. قال مصدر مطلع بمدينة سرت إن قوات التوار تسلمت كميات من الذهب والأموال والأسلحة وكروت الاتصالات ومعدات أخرى كانت قد وجدتها داخل ما يعرف بديوان الحسبة الذي سيطرت عليه بعد طرد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة منه. تشهد محاور مدينة سرت هدوءا حذرا اليوم الثاني على التوالي بعد سيطرة قوات التوار على حي 200 وحدة سكنية وسط المدينة. ومن جهة أخرى قال العميد محمد الغصري إن قوات التوار غنمت عددا من الآليات العسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة والدخائر خلال مواجهات الأحد مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، مؤكدا العثور على 35 جثة لعناصر التنظيم وجدت ملقاة على الأرض في المواقع التي شهدت اشتباكات عنيفة مع قوات التوار. هذا ورصدت كاميرا التناصح جانبا من الاشتباكات في الخطوط الأمامية للمحور الجنوبي لمدينة سرت. كما قلنا ولازلنا هزمنا نظام القذافي المجرم وسنهزم التنظيم الإرهابي المجرم بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. هوني سيارة مريتها. صورتها. جربوا الكاميرا. صورتها من الأولاد. زين جرب لي المكان هذا. وأقيمت بجزيرة فينوتوتيني جنوب العاصمة الإيطالية روما الاثنين القمة الثلاثية لدول إيطاليا وألمانيا وفرنسا والتي ناقشت الأزمتين الليبية والسورية. القمة الثلاثية وبحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إضافة إلى الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا ناقشت أيضا جهود الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط للتصدي لمهربي البشر والمساعدة في فرض الحظر على السلاح قبالة ليبيا وتدريب خفر السواحل الليبي. يصادف اليوم الثالث الذكرى الخامسة لمجزرة اليرموك التي ارتكبها نظام القذافي في 23 من شهر أغسطس سنة 2011. المجزرة والتي راح ضحيتها قتلا وحرقا أكثر من 45 معتقلا كانوا محتجزين بمخزن يقع خلف معسكر اليرموك. يذكر أن التهم المنسوبة للمعتقلين كانت معارضتهم لنظام القذافي حيث تعرضوا في مكان اعتقالهم لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي. والحديث أكثر حول هذه المجزرة معنا عبر الهاتف السيد مفتاح عبد الله رئيس الجمعية العمومية لرابط الضحايا محرقة اليرموك. أولا سيد عبد الله، بصفتكم أحد الناجين من المجزرة، كيف تذكرون تلك اللحظات الأليمة والمؤثرة؟ ألو. نعم أنا في الاستماع إليك. نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مثل هذا اليوم طبعا حدثت المجزرة البشعة في منطقة خلة الفرجان الا وهي مذبحة اليرموك التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 157 شاب من شباب ليبيا. نعم. ايوه. نعم. طبعا هذه الذكرى الخامسة، نحن نحيي هذه الذكرى الخامسة وفاء لدماء شهدائنا ودماء رفاقنا الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن.
نعم سيد عبد الله، هل هناك من إجراءات اتخذتها الحكومات المتعاقبة بخصوص هذه المزرعة للتخفيف من معاناة أسر الضحايا؟ والله لم تتخذ الحكومات، سواء كانت الحكومة حكومة الإنقاذ أو الحكومات التي سبقتها، لم تتخذ أي إجراء، وأيضا سواء في القضايا الجنائية المتعلقة بالجنات أو أيضا جبر الضرر لأسر الشهداء أو الناجين، لم تتخذ أي إجراءات إلى حد هذه اللحظة، حتى سواء الناجين سواء أسر الشهداء. أسر الشهداء لم تقدم لهم أي مساعدات أو إلا ما نظر يعني، وأيضا حتى الناجين لم يتلقوا حتى العلاج من سواء من الحكومات السابقة سواء من مجالس البلدية متاعهم سواء. نعم وفي الحقيقة يعني الناجين وأسر الشهداء في محرقة اليرموك يفترض أن الحكومة سواء كان الحكومات السابقة أو المؤتمر الوطني العام أو حكومة الإنقاذ أو الحكومات حكومة الكيبة يعني المفروض نظروا إليهم بنظرة جدية، سواء كان في علاج الناجين أو في علاج حتى أسر الشهداء. أسر الشهداء يعانون من بعض الأمراض من نتيجة الصدمة، وأيضا حتى الناجين الناجين أيضا لم يتلقوا حتى العلاج، حتى العلاج لم يتلقوا أبسط الأمور اللي هي العلاج. احنا ما نتكلموش على 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 أساس مثلا زي ما نقول يعني عملية تعويضهم المادي، انت غير عوضهم تعويضهم المعنوي. سيد عبد الله من الناحية القانونية، هل إلى أين وصلت محاكمة المتورطين في هذه المجزرة؟ والله حال المتورطين في هذه المجزرة كانوا عدد منهم موجود في سجن الشرطة العسكرية، وبعدين تم يقال انه او يشاع ان تم اخلاء سبيلهم من السيد فرنان اللي كان ماسك الشرطة العسكرية قبل عملية سجن ليبيا. وطبعا كانت ترافع قضاياهم امام المحكمة العسكرية، وتم نقلها الى المدعي العام المدني، والى حد الان لم تبحث القضايا او لم ترافع القضايا الى حد هذه اللحظة. نعم سيد مفتاح عبد الله، رئيس الجمعية العمومية لرابط الضحايا محرقة اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. استنكر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في حكومة الإنقاذ الوطني عبد المجيد بريش تعيين الحكومة المقترحة لجنة تيسيرية لإدارة المؤسسة، قائلا أنه لم يتلقى طلبا رسميا بالتنحي. بريش وفي بيان له الاثنين شكك بقانونية قرار المجلس المقترح من البعثة من جهة، وفي الخبرة الفنية لأعضاء اللجنة الخمسة من جهة أخرى، مضيفا أنه لم يتلقى إخطارا رسميا بتسليم مسؤولياته، وأنه سيتقدم بطلب إلى المحاكم الليبية لتوضيع الوضع القانوني. يذكر أن المجلس الرئاسي المقترح كان قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي عين بموجبه لجنة تيسيرية من 5 أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار. نظمت مؤسسة الفرسان للتنمية الفكرية بمدينة جالو دروسا في فنون التصوير وأسلوب إعداد التقرير الإخبارية وإجراء اللقاءات، وذلك تحت عنوان بأطفالنا نرتقي. المحاضرات التي ألقاها المدرب محفوظ الفيراني ركزت على أهم الفروقات بين الخبر والتقرير الإعلامي، وكذلك على المبادئ الأخلاقية للمراسل التلفزيوني في مراعاته لمصداقية الأخبار التي ينقلها. وأظهر الأطفال المتدربون قدرة كبيرة على فهم واستيعاب هذه الدروس بشكل كبير على حد تعبير المدرب. والآن إلى درجات الحرارة في بعض المدن الليبية.
قبل الختام تذكير بما جاء في هذه النشرة. المؤتمر الوطني العام يؤكد على ضرورة قيام حكومة الإنقاذ بكافة مهامها المناط بها، والحكومة تدعو أعضائها للعودة لممارسة أعمالهم بعد رفض منح الثقة لحكومة الباتا. مجلس النواب المنحل يرفض بالأغلبية منح الثقة للحكومة المقترحة، والخارجية المصرية تصف جلسة النواب الأخيرة بالخطوة الإيجابية. مدفعية قوات مجرم الحرب حفتر والطيران الفرنسي الموالي له يقصفان منطقة قنفوذة بشكل عشوائي، وتجدد الاشتباكات بين قوات التوار وقوات مجرم الحرب حفتر بمنطقة العمارات الصينية. وتابعتم أيضا قوات التوار في سرت تعثر على كميات من الذهب والأموال بديوان الحسبة بعد سيطرتها عليه. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.